والفتنة نسأل الله العافية ونسأل الله الثبات، فتنة القبر ليست من قبيل فتن الدنيا. فتن الدنيا نسأل الله العافية فتن ابتلاء واختبار، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة فتن اختبار تعرض على الإنسان ليرى أيجيب داعية الله أم يجيب داعية الهوى. أما فتن القبر فقد انقطع العمل بالموت، فليس هناك ابتلاء ولا اختبار، ولكنها فتن لكشف المآل والعاقبة، والمراد بها سؤال الملكين منكر ونكير، كل مقبور عن ربه وعن دينه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وفتنة القبر عقيدة يصدق بها كل أهل السنة، لا ينكرها ولا يجحدها إلا أهل البدع، وقد ورد فيها أحاديث كثيرة، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وذهب وتولي وذهب عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، فأتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله. فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، نسأل الله العافية. وروى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الرجل أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع فأخبر أهلي. فيقال له: نم كنومة العروس، لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك، نسأل الله أن نكون منهم. وأما الكافر أو المنافق فيقول ما يقول الناس: لا أدري. فيقولان له: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال كذلك معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك، نسأل الله الثبات ونعوذ بالله من عذابه.